السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة هوندا أكورد فيس ليفت 2021. دي ضيفتنا النهاردة نتعرف عليها بشكل مفصل ونتعرف على أبرز التجديدات اللي حصلت في العربية هنا في الفيس ليفت. فصل صغير زي ما تعودنا ونرجع نكمل. مبدئيا قبل اي كلام انا حابب يعني اعتذر عن المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم دلوقتي ده. انا مش متعود ان انا اظهر بالشورت قدام الكاميرا، ولكن انا بمجرد معرفتي ان العربيه طرحت اخيرا في السوق المصري لقيت اي حاجه قدامي رحت لابسها ونازل علشان اتفرج على العربيه واتعرف عليها، وفي نفس الوقت اعمل لكم ريفيو مفصل عنها، لان انا واحد من البيك فان لعلامه هوندا اليابانيه سواء هنا في مصر او في اي دوله من دول العالم. علامه هوندا بشكل عام معروفه في طرازاتها اللي بتطرح على مستوى العالم بالاعتماديه، معروفه كمان باسعار الصيانات وقطع الغيار اللي تعتبر رخيصه مقارنه بكتير من منافسينها سواء عالميا او حتى هنا على المستوى المحلي في السوق المصري. لكن عندنا هنا في مصر بيعيبها نقطه وحيده، وهو تسعير عربياتها. للاسف مجموعه كبيره من عربيات هوندا بتتجمع خارج الاتحاد الاوروبي، وبالتالي ما بتكونش معفيه من الجمارك، وبالتالي كمان بيكون اسعارها الى حد ما مرتفعه عندنا في السوق المصري. وهوندا اكورد بشكل عام واحده من الموديلات اللي بيتم تجمعها او استيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي وتحديدا من الولايات المتحده الامريكيه. يعني العربيه اللي قدامكم دلوقتي دي تجميعها وتم استيرادها بالكامل من الولايات المتحده الامريكيه من مصانع هوندا في الولايات المتحده الامريكيه، ولذلك سعر العربيه يعتبر الى حد ما مش منافس قوي مقارنه بالمنافسين بتوعها. ولكن شركه النيل للتجاره والهندسه وكيل علامه هوندا اليابانيه في السوق المصري وواحده من مجموعه شركات الفطيم عملت حركه لطيفه جدا ليها علاقه بتسعير العربيه، وهو طرح الفيس ليفت 2021 اللي قدامنا دلوقتي بنفس سعر الشكل القديم اللي هو 679,000 جنيه. ده السعر ده هيكون لفتره محدوده وهيبقى لاول مجموعه من الحاجزين لهوندا اكورد الفيس ليفت. النهارده هنتعرف على مجموعه التغييرات الجذريه اللي حصلت في العربيه سواء خارجيا او داخليا. طبعا هوندا اكورد معروفه بكم كبير من الرفاهيه اللي بتقدمه وكم كبير كمان من وسائل السلامه والامان اللي بتقدمه لمالك العربيه، ولكن هنتعرف برضو اكتر على كل حاجه والاضافات اللي حصلت، لان عندنا كمان في السيفتي باكج بتاعت العربيه في اضافه لطيفه جدا يمكن انا اول مره اشوفها تطرح عندنا في السوق المصري، وحركه مهمه جدا عندنا في الشعب المصري بشكل عام. هنتعرف بقى دلوقتي على العربيه، وخلونا نبتدي بمقدمه العربيه بشكل سريع كده. التغييرات اللي حصلت في مقدمه العربيه هنا في الفيس ليفت، هنلاحظ الشبكه الاماميه بقت اجريسيف اكتر، حجمها اكبر، بقت بيانو بلاك بالكامل، بالاضافه كمان لتطعيمات في مقدمه الشبكه الاماميه من الكروم. ثاني تغيير حصل في مقدمه العربيه هنا هو الاصطدام الامامي، وتحديدا الجزء السفلي من الاصطدام الامامي اللي شكله اتغير تماما، بالاضافه كمان لتغيير الفوج لايت الاماميه اللي كانت في الشكل القديم بشكل مستطيل دلوقتي بقى شكلها مربع مع فريم حواليها من البيانو بلاك اللي بيكمل معايا على الحواف الجانبيه للديفيوزر الامامي. الديفيوزر الامامي بقى مقسوم لنصين، نص موجود على نفس مستوى الشبكه الاماميه والنص الثاني موجود على الجنبين اليمين والشمال، بيبقى اكثر بروزا من الشبكه الاماميه او اكثر منطقه بارزه في مقدمه العربيه بتبقى في المنطقه دي. ده كده ما يتعلق بالتغييرات او ابرز التغييرات اللي حصلت في مقدمه العربيه. طيب ايه بقى اللي موجود معانا ولا زال مكمل معانا من الشكل القديم؟ منظومه الاضاءه الاماميه اللي بتيجي LED بالكامل، عندنا كمان الرمش اللي موجود هنا اللي بيبقى من الكروم وبيكمل معايا فوق الشبكه الاماميه، وفي المنتصف منه علامه هوندا، واللي بيميز بشكل عام طرازات هوندا لان واحد من ابرز اللغات التصميميه لعلامه هوندا في طرازاتها المختلفه. عندنا كمان الفوج لايت الاماميه اللي بتيجي الاضاءه بتاعتها LED، ولكن في عندنا اضافه كمان موجوده هنا في الفيس ليفت وهي التهويه او فتحات التهويه الجانبيه اللي موجوده جنب الفوج لايت على اليمين والشمال علشان تدي افضل تهويه وافضل ايروديناميك للعربيه على السرعات العاليه، وافضل تهويه طبعا لمنطقه الكاوتش الخلفي. ما عنديش تصفيح كامل اسفل المحرك، عندي تصفيح محيط بمنطقه المحرك، والتصفيح بيبقى او المصفحه نفسها بتبقى من الميتل او من المعدن مش من الفبر، عشان في ناس كتير بتسال على الموضوع ده. لكن ده كده سريعا مقدمه العربيه باللي حصل فيه تغيير واللي ما حصلش فيه تغيير. طيب من ضمن الحاجات اللي ما حصلش فيها تغيير هنا في الفيس ليفت هو منظومه الحركه الاماميه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. وصلنا لمنظومه الحركه الموجوده هنا في هوندا اكورد فيس ليفت، واللي هي بالمناسبه نفس منظومه الحركه اللي موجوده في النسخه القديمه من هوندا اكورد او اللي قبل الفيس ليفت.
مبدئيا عندنا محرك بسعة 1.5 لتر او 1500 سي سي تربو بتوصل مع نقل حركة سي في تي او متغير مستمر بيجي بتبريد زيت مش تبريد هواء. المنظومة دي كلها بتطلع قوة حصانية بتوصل ل 188 حصان عندنا في السوق المصري، بره السوق المصري بتبقى 198 حصان، وده بيرجع لنوعية البنزين. العربية هنا بتقبل بنزين 92 بكل سهولة ومفيش فيه اي مشكلة بالنسبة للعربية. طيب العزم بتاع المنظومة الحركة دي عبارة عن 260 نيوتن متر عند 1600 لفه، وده بيديك مؤشر قد ايه العربيه حاضره وسريعه الاستجابه في بدايات الار بي ام او في بدايات عدد لفات المحرك. في ارقام بقى رسميه تانية كمان مثيره للاعجاب الحقيقه، منها مثلا معدل استهلاك البنزين. اليابانيين بيحسبوا معدل استهلاك البنزين بشكل مختلف شويه، هو بيقول لك اللتر بيمشيك كام كيلو، فهنا لتر البنزين الواحد بيمشيك 18.5 كيلو متر في الشوارع المصريه، سواء كان على الطريق سريع او حتى جوه المدينه، ودي حاجه انا استغربت لها ولكن الاكورد تقدر تعمل اي حاجه ما عنديش مشكله. طيب مبدئيا تسارع العربيه كمان من 0 لـ100 في 7.5 ثانيه، وده رقم طبعا مقارنه بحجم ووزن العربيه رقم كبير جدا ورقم كويس جدا، كبير يعني حاجه حلوه مش حاجه وحشه يعني. بالنسبه لنظام التعليق، فنظام التعليق الامامي بيجي ماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي واحد من افضل انظمه التعليق على مستوى العالم، مالتي لينك منفصل. الجنط هنا واحد من ابرز الاختلافات في جنب العربيه ما بين الفيس ليفت والشكل القديم. الشكل القديم كان الجنط شكله مختلف لكن نفس المقاس واحد، ما فيش اي اختلاف. المقاس هنا 17 انش وفي الشكل القديم 17 انش برضه. هنا بيجي 5 سبوكس بتصميم رياضي، وبيجي توتون او لونين، لون رصاصي فاتح مع رصاصي غامق. لكن في عندنا اختلاف تاني كمان في الفيس ليفت لكن مش ظاهر او مش باين قدامنا، موجود في المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه هنا قابله للطي كهربائيا من جوه العربيه، مش اوتوماتيكيه مع فتح وقفل العربيه، لا كهربائيا من جوه العربيه. في الشكل اللي قبل الفيس ليفت كان الطي بيبقى مانوال او يدوي. عندي طبعا اشارات جانبيه مثبته على المرايات الجانبيه اليمين والشمال، والمرايه الجانبيه اليمين فيها اوبشن اضافي وهي كاميرا لنظام اللين ووتش او مراقبه المسار الجانبي للعربيه، وتحديدا في الجزء اليمين هنتعرف عليه لما نتكلم اكتر على السيفتي باكج موجوده في العربيه. طول قاعده العجلات زي ما هو 2 متر 83 سنتي، طول قاعده عجلات عظيم جدا، بيدينا مؤشر على اتساع المقصوره الداخليه بشكل كبير جدا سواء في الجزء الامامي من المقصوره او في الجزء الخلفي. الجزء الفاصل ما بين الازازين اللي قدام واللي ورا بيبقى من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع. عندي منظومه كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح لباب السائق وباب الراكب الامامي، وطبعا عندي كمان منظومه رفع او وحده رفع للازاز ووحده انزال للازاز هنتعرف عليها دلوقتي. هنلاحظ ان الازاز الخلفي بيجي مش فاميه، وده برده احد النقاط اللي كنت مستغربها الحقيقه في العربيه، مع اللقطه بقى اللي هي بتاعت السحبه الهاتش باك اللي عارفينها عن السيفيك، وموجوده كمان هنا في الاكورد بس على شكل اكبر او اشيك شويه. عندنا كمان مساحه زجاجيه موجوده هنا علشان تديني مساحه رؤيه او مساحه ضوء اكتر جوه المقصوره، بالاضافه كمان لتطعيم كروم او تريم كروم بيبقى عريض من الجزء الخلفي ويبدا يرفع وبيمر من فوق الابواب لحد الجزء الامامي من باب السائق. طيب وحدة الرفع ووحدة الانزال بيشتغلوا ازاي في العربية؟ مبدئيا وحدة الانزال بتبقى عبارة عن ان انت بتفتح العربية وبعدين بتدوس هولد شوية كده، فبتبدأ وحدة الانزال تفتح لك الازاز الاربعة بتوع العربية مع فتحة السقف. طيب عايز بقى وحدة القفل او وحدة الرفع بتاع الازاز بترفع ازاي؟ بترفع مانيوال. يعني ايه مانيوال؟ يعني بستخدم المفتاح بتاع العربية، المفتاح اللي موجود هنا، وبالشكل ده هنا باجي في الجزء ده وبقفل التكه الاولانيه للقفل، بعد كده التكه الثانيه وبعمل هولد، فبيبدا الازاز وفتحه السقف كمان بيقفلوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نوع من انواع السيفتي، انا برضو استغربته في الاول، فلما سالت بقى حكوا لي القصه انه ده نوع من انواع السيفتي علشان ما يحصلش ان انت تسيب العربيه وتقول ان هي هتقفل وهترفع فيحصل اي خلل كهربائي فالعربيه ما تفتحش او ما تقفلش، فبالتالي لا لازم تكون متاكد بنسبه 100% ان انت اللي قافل او رافع الازاز بتاع العربيه. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه هنا في الفيس ليفت. تعالوا بقى نتنقل للظهر ونتكلم كمان على مساحه الشنطه في هوندا اكورد فيس ليفت 2021. ندخل بقى على الظهر. مبدئيا في الظهر مفيش تغييرات كبيره قوي، هنلاحظ ان الاصطدام الخلفي يمكن هو اكتر مكان حصل فيه تغيير او يعني ايه شويه لمسات جماليه. مبدئيا عندي فتحتين شاكمان فيك مش حقيقيين، هنلاحظ ان حواليهم تطعيمات من الكروم. الاصطدام الخلفي مثبت عليه سنسور ركن خلفيه موجوده هنا، بالاضافه كمان للكاميرا الخلفيه اللي موجوده في الجزء ده اسفل علامه هوندا الموجوده هنا. الشنطه بتفتح بثلاث طرق. مبدئيا عندي زرار موجود هنا ممكن من خلاله اقدر افتح الشنطه، او من خلال زرار موجود
في باب السائق او من خلال زرار موجود هنا في الريموت كنترول بالشكل ده، بدوس هولد لفتره بيروح ايه فاتح لي باب الشنطه. طيب مبدئيا انا عندي مساحة الشنطة 475 لتر مستغلين بشكل كامل، ومن أبرز أو من ألطف الحاجات اللي موجودة هنا في الشنطة هو شفة التحميل اللي موجودة هنا، أو المسافة ما بين أرضية الشنطة والاكسدام الخلفي، واللي تعتبر صغيرة مقارنة بكتير من عربات السيدان، لأن دي أزمة العربات السيدان بشكل عام دايما بتكون شفة التحميل مرتفعة، لكن هنا شفة التحميل منخفضة فبتساعد كتير في عملية التحميل. ولكن الإزاز الخلفي حجمه كبير شوية، فيعني مدي مساحة دخول للشنطة أصغر شوية من كتير من المنافسين سنها برضو. طيب الارضيه هنا مفيش فيها اي هدر المساحات بالمره، المساحات كلها مستغله. عندي اماكن لتعليق الاكياس على الجنب اليمين والشمال. تحت هنا عندي دور سفلي موجود فيه الاستبن الخاص بالعربيه مع العده الخاصه بيه. الاستبن بيجي بنفس مقاس وشكل الجنط الرئيسي بتاع العربيه مع وحده اضاءه هالوجين صغيره موجوده في الجزء ده، بالاضافه كمان للشدادات اللي موجوده هنا على اليمين والشمال اللي من خلالها بقدر افتح او اتني الكنبه الخلفيه 40 60 لو انا محتاج ازود مساحه الشنطه زي ما قلت 475 لتر. طيب منظومه الاضاءه الخلفيه بتبقى ميكس ما بين ال LED والهالوجين. هنلاحظ ان ال LED هو اللي واخد شكل السي شيب اللي موجود هنا، اللي هي الاضاءه الرئيسيه بتاعه العربيه، اما الاضاءه الخاصه بالاشارات الجانبيه واضاءه الريفرس او الرجوع للخلف او اضاءه الفرامل كمان، فبتكون الاضاءه بتاعتها بالكامل هالوجين مش LED. هنلاحظ ان الفانوس الخلفي كمان حجمه كبير ومقسوم لجزئين، في جزء موجود على الرفرف وفي جزء موجود بيفتح مع باب الشنطه وموجود على باب الشنطه. الازاز الخلفي بيجي مش فمي برضو زي ما اتفقنا، وبيبقى فيه جواه سخانات علشان الشبوره والضباب، بالاضافه طبعا للانتنه بتاعه ذو عنفه القرش الموجوده هنا مع الجزء الخاص بالتحذير او الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل اللي موجوده ورا الازاز، موجوده في الكونسول او في التابلو الموجود في الخلف هنا من العربيه. ده كده سريعا ما يتعلق ب ظهر العربيه. تعالوا بقى نركب في الكنبه الخلفيه، انا متشوق جدا نتعرف على المقصوره الداخليه للركاب. يلا بينا. وصلنا للجزء الخلفي من صالون بيتنا. يعني عايز اقول لكم بجد حقيقي، يعني تحس ان انت راكب في ليموزين اكتر منها عربيه سيدان. تلقى التعجيلات زي ما اتكلمنا واحنا بنتكلم في جنب العربيه 2 متر 83 سم، بينعكس بشكل واضح جدا 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 على مقصوره الركاب سواء في الجزء الخلفي او حتى في الجزء الامامي. كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، وطبعا هو قابل للتحكم فيه 8 اتجاهات كهربائيا بغير كمان 4 اتجاهات دعم للقطنيه، يعني بنتكلم في 8 و4، يعني 12 تقريبا اتجاه لكرسي السائق فقط. اما كرسي الراكب الامامي فبيكون التعديل بتاعه كهربائيا برضو بس في 4 اتجاهات بس، قدام وورا، وعدلة الظهر بيطلع برضو لقدام وورا. يعني مش محتاج اتكلم عن المساحات، اكيد شايفين اهو، يعني حتى لابس لكم شورت اهو فاروقه بيبينه، وواضح طبعا المسافه المهوله ما بين رجلي وما بين ظهر الكرسي وكذلك ارتفاع الكرسي عن الارض. نفق الفتيس صحيح مرتفع ولكن مش عامل الازمه، لانه المعوض ده المساحات الكبيره الموجوده في الجزء الخلفي من مقصوره الركاب. عندنا المثير المستخدم في الابواب هنا بيبقى من البلاستيك، بلاستيك متماسك وقوي. عندنا كمان تطعيمات من الخشب موجوده هنا، بالاضافه كمان للجزء الخاص بمقبض الايد اللي بيجي من الكروم، وبيلحم معايا كمان على تطعيمات اسفل التطعيمات بتاعه الخشب اللي موجوده هنا. البطن بتاع الباب بيجي من الجلد، مسند الكوع بيجي من الجلد، وكذلك بقيه التطعيمات اللي موجوده هنا حوالين وحده الزجاج الخلفي الكهربائي طبعا بتيجي برده من الجلد. مساحات التخزين السفليه بتبقى الى حد ما لطيفه في الجزء الخلفي هنا من مقصوره الركاب. طبعا زي ما قلت لكم الكراسي او الكنبه الخلفيه هنا قابله للطي 40 60 بالشكل ده علشان تزود معاك مساحه الشنطه اللي هي اصلا 475 لتر. طيب عندي كمان مسند ايد موجود هنا، مسند ايد خلفي، لكن للاسف هم مغطيينه فمش هقدر يعني ايه اتعدى على البلاستيك اللي موجود هنا. الفرش بالكامل طبعا بيجي من الجلد، وده حاجه متفق عليها من قبل الفيس ليفت كمان. طيب عندي كمان فتحتين يو اس بي تايب اي موجودين هنا، بالاضافه كمان لفتحتين تهويه او فتحتين تكييف خلفيتين ممكن اتحكم من خلالهم في شده الهواء او اقفله لو انا محتاج، واتحكم كمان في اتجاه الهواء. طبعا عندنا 7 ايرباك في العربيه، في منهم 2 ايرباك موجودين هنا في الاجزاء الاوائم اللي موجوده هنا، الاوائم الخلفيه اللي موجوده هنا، موجود عندي واحده هنا يمين وواحده شمال. التليفون بيضرب، تعالوا بقى نطلع نتكلم على الانفتيمنت سيستم في العربيه، لان زي ما قلت لكم ابل كار بلاي واندرويد اوتو. يلا بينا.
وصلنا للكونسول الامامي في هوندا اكورد فيس ليفت 2021. وطبعا زي ما بنبتدي دايما بعمل السلام والامان، ولكن انا هبتدي هنا بنقطتين يعني بيتبعوا او ليهم علاقه بعمل السلام والامان في العربيه قبل ما ندخل في عمل السلام والامان الرئيسيه، وهما اول نقطه موجوده معانا، وهو ان انا لما باجي ادور العربيه بعد ما ركبت بتلاحظ ان الكرسي بيتحرك اوتوماتيك، بيظبط لك وضعيه القياده بتاعتك على اخر وضعيه قياده انت كنت موجود عليها قبل ما تنزل من العربيه. وكذلك لما تيجي تنزل من العربيه خلاص انا هطفي العربيه بالشكل ده واجي افتح الباب، برضو الكرسي هيرجع لورا علشان يديني بيسموها ايزي اكسس، او بيديني اكبر مساحه ممكن انزل منها من العربيه. الحاجه الثانيه هتلاحظوا الانذار اللي ظهر عندي دلوقتي واللي مكتوب فيه افحص المقعد الخلفي او بيسموه الرير سيت ريمايندر، ان هو بيديك تنبيه انه في اوبجكت موجود على الكنبه الخلفيه. دي اضافه موجوده هنا في الفيس ليفت في 2021، ودي ناتجه عن حوادث كتير حصلت في دول الخليج انه الاهالي بتنسى الاطفال في الكنبه الخلفيه، فقرروا ان هم يعملوا نظام تحذير على اي اوبجكت موجود على الكنبه الخلفيه ايا كان وزنه او حجمه، بيديك تحذير مرئي وتحذير صوتي على شاشه الاعدادات الموجوده قدامك هنا انه خلي بالك في عندك حاجه موجوده على الكنبه الخلفيه ايا كانت الحاجه دي زي ما قلت لكم ايا كان وزنها او حجمها. ندخل بقى على عمل السلامه والامان الرئيسيه بتاعت العربيه، واللي بتبتدي ب 7 ايرباج موجودين في العربيه، 2 امامي 2 جانبي و2 ستائري في الخلف موجودين تعرفنا عليهم واحنا بنتكلم في الكنبه الخلفيه، بالاضافه لايرباج موجوده لركبه السائق. عندنا كمان مجموعه كبيره من انظمه الفرامل اي بي اس اي بي دي تراكشن كنترول اي اس بي، مجموعه كبيره من انظمه الاتزان الالكتروني برضو في العربيه، بالاضافه كمان لتدعيم كامل لهيكل العربيه بالكامل من الخارج علشان يمتص اكبر قدر من الصدمات في حاله لا قدر الله حصل اي حادثه، بالاضافه كمان لتنبيه السائق في حاله الارهاق، بالاضافه كمان للين ووتش او مراقبه المسار اللي هو بيبقى على يمينك، موجود كاميرا مثبته على المرايات الجانبيه اليمين تحديدا ممكن تفعلها من خلال الزرار اللي موجود هنا او من خلال ان انا بضرب اشاره يمين فبتبدا الشاشه يعني هتظهر معانا على شاشه الانفوتينمنت سيستم الموجوده هنا بالشكل ده، لما بضرب اشاره يمين بيظهر عندي المسار اليمين علشان ده بيبقى فيه اكتر نقاط عمياء للسائق. ده احد انظمه السلامه والامان، وليه زرار برده زي ما قلت لكم موجود هنا ممكن اشغلها بدون الحاجه الى ان انا اضرب يمين او اضرب اشاره يمين. طيب دي كده سريعا عوامل السلامه والامان في العربيه، تعالوا بقى ندخل على شويه حاجات ليها علاقه بالدلع والعربيه هنا في من ناحيه الدلع ما تتوصلش الحقيقه. مبدئيا الماتيريال المستخدم في الكونسول الامامي بالكامل بيتنوع ما بين الجلد والخشب وبعض السوفت ماتيريال مع بعض البلاستيك، بلاستيك موجود في الاجزاء العلويه من الابواب الاماميه، مش بلاستيك قوي يعني هو حاجه سوفت ماتيريال كده، وموجود كمان هنا من الجلد مساند الكوع بتبقى من الجلد، بطن الباب بيبقى من الجلد، اما الجزء الخاص في منتصف الباب بيبقى من البلاستيك، وموجود عليه زرارين لوضعيات القياده او حفظ وضعيه الكرسي على انسب وضعيه بالنسبه لك. هنلاحظ كمان ان المرايات الجانبيه زي ما قلت لكم احنا بنتكلم في جنب العربيه بتيجي قابله للضم كهربائيا من جوه العربيه، ليها ازرار موجوده هنا ودي اضافه برده موجوده في 2021، بالاضافه للزرار الخاص بفتح وقفل الشنطه اللي موجود هنا في باب السائق. عجله القياده موجوده هنا، عندنا تيجي مالتي فانكشن طبعا لكن ما فيش فيها بادل شيفتر، عندنا على اليمين كروس كنترول وعلى الشمال وحده التحكم في الانفوتينمنت سيستم. عجله القياده قابله للتحرك في 4 اتجاهات فوق وتحت وقدام وورا. شاشه الاعدادات بتيجي ديجيتال كوكبيت بالكامل بلا اي مؤشرات انالوج بالكامل، كل حاجه فيها بتيجي ديجيتال. عندنا على الشمال مجموعه من الازرار، زرار الاكتيفيت ودي اكتيفيت للسنسور الخلفيه، عندنا زرار التراكشن كنترول، وعندنا كمان بكره موجوده هنا للتحكم في مدى سطوع شاشه الاعدادات اللي قدامك. طيب ندخل على الجزء ده، عندنا ستارت ستوب انجن بيديك نبض كده علشان يحسسك انه يعني العربيه سبورتي بشكل ما، في تطعيمات كبيره من الخشب موجوده هنا في الطبلون من قدام، موجوده كمان على الابواب الاماميه، ولكن للاسف ما عنديش امبيانت لايت في العربيه او في امبيانت لايت لون واحد بتشتغل لوحدها يعني ما فيش سيتنج ليها ممكن تظبطها. طيب لو نزلنا لتحت كده هنبص نلاقي عندنا شاشه الخاصه بالتحكم في جهاز التكييف الموجود في العربيه، واللي بيجي بالمناسبه دول زون وبيجي كمان اوتوماتيك مع فتحات تكييف خلفيه اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم في الكنبه الخلفيه، مع سخانات وتبريد للكراسي الاماميه، الاثنين سخانات وتبريد سواء لكرسي السائق او كرسي الراكب الامامي. شاشه الانفوتينمنت سيستم الموجوده هنا شاشه 7 انش تاتش سكرين ابل كار بلاي اندرويد اوتو، ولكن مش تاتش سكرين بالكامل، عندنا مجموعه الشورت كات الموجوده على يمين وشمال الشاشه بتبقى عباره عن ازرار مع البكر الخاصه بالتحكم في الموجه بتاعه الراديو والبكر الخاص بالتحكم في الصوت بتاع العربيه. طيب
عندنا كمان. طب خلينا نخش كده ونشوف اخبار. طبعا عندنا لغه كمان اللغه العربيه، الجهاز التيم سيستم هنا بيدعم اللغه العربيه، وكده عندنا الابل كار بلاي زي ما احنا شايفين. طيب انا حط التليفون فين؟ حطه في المنطقه دي. المنطقه دي كمان حصل فيها تغيير كبير هنا في الفيس ليفت، بقى فيها اضافه الوايرلس تشارجر الموجود هنا بالاضافه، يعني ده موجود هنا كمان وايرلس تشارجر بالاضافه كمان لفتحتين يو اس بي تايب اي موجودين، وفتحه 12 فولت بقوه 180 واط موجوده هنا في المنطقه دي، وعندك كمان فتحه 12 فولت موجوده اسفل مسند الايد العملاق اللي موجود هنا اللي بيجي من الجلد، مع مساحه تخزين مهوله ورف اضافي موجود هنا علشان لو انت حابب تستخدمه او لو عايز تلغي. اثنين كاب هولدر موجودين هنا بالاضافه كمان لنظام الايكون، زرار خاص بنظام الايكون او النظام الاقتصادي في القياده، وفرامل الايد الكهربائيه مع البيك هولد الموجود معاها، مع عصايه نقل الحركه الصغيره السمباتيك كده، حاجه لطيفه كده. الكونسول الوسطي من هنا كله من الجلد، التطعيمات كلها من الجلد، مفيش فيها اي حاجه من البلاستيك باستثناء الجزء اللي هو الداخلي جوه الكونسول، بيبقى الجزء ده من البلاستيك، بلاستيك باللون الرصاصي الفاتح، مع الجزء ده كده محيط عجله، محيط الكاب هولدر مع محيط عصايه نقل الحركه بتبقى من البلاستيك الرصاصي الفاتح. عندنا طبعا فتحة سقف موجودة هنا، عندنا كمان جراب للنظارة مع الإضاءة الجانبية اللي موجودة هنا اللي بتبقى هالوجين مش LED، وطبعا الأزرار الخاصة بالتحكم في إذا كنت عايز الإضاءة تفتح مع الأبواب ولا لأ، والجزء التحكم أو زرار التحكم في فتحة السقف. عندنا طبعا هنا الشماسات اللي موجودة بالإضافة كمان لأن هي بتبقى مضاءة بالشكل ده، أنا مش عايز أفتح الكيس لكن بتبقى مضاءة لما بتفتح المراية الموجودة هنا. طبعا عندنا حساسات إضاءة وحساسات مطر بالإضافة كمان لانه المرايه الخلفيه اللي تبقى موجوده هنا بتيجي اوتو دامينج او تعتيم ذاتي. يعني اتمنى ان انا ما اكونش قدرت انسى حاجه. عندنا الكراسي طبعا الاماميه بتبقى كهربائيه بالكامل، سواء كرسي السائق او كرسي راكب الاماميه، الفرق في عدد الاوضاع. كرسي السائق بيجي طبعا 8 اتجاهات بالاضافه لاربع اتجاهات اضافيين، يعني 12 وضع موجودين في اربعه منهم لدعم القطنيه، اما كرسي الراكب الامامي فبيكون اربع اوضاع كهربائيه او اربع اتجاهات كهربائيه ممكن تضبطها لكرسي الراكب الامامي. طيب ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ تقريبا كده خلصنا تقريبا الكونسول الامامي للعربيه. ده كده كل التجهيزات وكل الاضافات اللي اضيفت زي ما قلنا في الفيس ليفت 2021، واللي اهمها الوايرلس تشارجر بالاضافه كمان للرير سيتس ريمايندر اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هي نقطه قوه موجوده في العربيه اضيفت لنقاط القوه الموجوده فيها، اللي هي طبعا اهمها عوامل السلامه والامان المميزه جدا في هوندا اكورد من يوم ما عرفناها في السوق المصري زي ما قلت. بس كده خلصنا الكونسول الامامي. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا لهوندا اكورد فيس ليفت 2021. اتمنى ان الريفيو يكون جاوب على كل تساؤلاتكم المتعلقه بالعربيه، واتمنى كمان انتم تسامحوني لو في حاجه وقعت مني كده ولا كده. بشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.